انطلقت بطولة العالم للقدرة بمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وأربعة فرسان بحرينيين في البطولة المقامة في مدينة بيزا الإيطالية وسط تنافس 80 فارسا وفارسة يمثلون 32 دولة من مختلف دول العالم وذلك لمسافة 16 كيلومتر. وقاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فرسان الفريق الملكي في البطولة والمكون من الفرسان جعفر ميرزا وعبد الرحمن الزايد رائد محمود والفارسة منال فخراوي حيث اعتمد الفريق على تطبيق تعليمات سموه والخطة التي تم وضعها قبل السباق. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة البحرينية في بطولة العالم للقدرة تجسد مكانة رياضة القدرة البحرينية وتواجدها المميز في كافة المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المراحل الأولى شهدت تنافسا قويا ومثيرا بين كافة المشاركين وهما يؤكد صعوبة السباق والمنافسة التي ستستمر حتى المرحلة السادسة والأخيرة في ظل الإمكانيات العالية التي يمتلكها المشاركون، متمنيا سموه التوفيق للفريق الملكي بتحقيق أفضل النتائج. وأقيمت مراحل السباق وسط تساقط الأمطار في أجواء باردة. وقبل انطلاق السباق التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بفرسان الفريق الملكي حيث استعرض سموه الخطة الفنية مع الفرسان والحرص على تطبيق الجانب التكتيكي بأفضل طريقة. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد شارك في السباق على الجواد كالندريا والفارس عبد الرحمن الزايد على الجواد أفيل دو بارك والفارسة منال فخراوي على الجواد هيرا دورسانيس والفارس جعفر ميرزا على الجواد جي بانكسار ألوغاز والفارس رائد محمود على الجواد بابل. هذا وتستمر منافسات البطولة للقدرة حتى الفترة المسائية حيث تضم 6 مراحل من الإثارة والمنافسة القوية بين المشاركة في البطولة.